حياكم الله من جديد مشاهدينا. الأمن السيبراني أمر حتمي لتحقيق رحلة تحول رقمي آمنة، خصوصا بعد التحديات التي فرضها وباء فيروس كورونا، والتي أظهرت في الوقت نفسه حقائق عديدة وكشفت عن فرص جديدة غيرت من مجريات حياتنا اليومية. يا غادة، أكيد وبلا شك يا منيا، التكنولوجيا قفزت قفزة عملاقة لتقود مستقبل الكويت والعالم، وبات التحول الرقمي مسار إجباري في إعادة ابتكار الكثير من الأعمال والخدمات، اللي خلت من وجود الأمن السيبراني محور متقدم من محاور التحول الرقمي. حديثنا أكثر استفاضة إن شاء الله حول هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتور صفاء زمان، عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت ورئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات. يا حياك الله والساعة المباركة ويسعد صباحك. ساعتك كبرت وساعد المشاهدين إن شاء الله. صباح الخير على الجميع وعلى المشاهدين، سعيدة جدا بهذا الحوار. يا حياك. أسعد دكتورة. في البداية خلينا نتكلم أن نتيجة لانتشار فيروس كورونا لاحظنا أن هذا الشيء عالميا مو بس بالكويت، صار في اتجاه للتحول الرقمي خصوصا من المؤسسات العالمية، فإحنا نبي نعرف أهم المجالات اللي صار فيها هذا التحول الرقمي وشنو أنواعها. فعلا جائحة كورونا كان لها يعني تأثير مباشر على موضوع التحول الرقمي والتسريع في عجلة التحول الرقمي. طبعا التحول الرقمي في جميع المجالات، يمكن احنا كدولة الكويت لامسنا المجالات عن قرب، يعني مثلا في المجالات والخدمات الصحية شفنا تسريع في التحول الرقمي، قمنا نحجز استشارات طبية عن طريق الأونلاين، الأدوية، المواعيد. في مجال التعليم يمكن هذه صارت طفرة في العالم مو بس بالكويت، ان قمنا نتعلم عن بعد واستخدمنا بعض التقنيات. في مجال التجارة والتسويق لاحظنا النشاط في التسويق، وشلون بعض المولات والمجمعات والمحلات تحولت اونلاين، وقمنا طبعا نشتري من الاونلاين بسبب الحظر ويعني وجودنا في المنزل. فاعتقد ان التحول الرقمي شمل جميع المجالات الحياتية. في الخدمات اليومية يعني مثلا الادارات والمؤسسات الحكومية بلشت تحول أيضا خدماتها أونلاين، قمنا نحجز حق الجمعية، نحجز مواعيدنا، شغلنا كله أونلاين، إنجاز المعاملات في المرور في جميع وزارات الدولة. فمجالات التحول الرقمي متسعة ومتشعبة وشملت أعتقد جميع المجالات اللي إحنا يعني نتعامل معها بصورة يومية. دكتور، حياتنا صارت رقمية بالدرجة الأولى، وما ندري بعد لي دم رح تصير وايد أشياء ثانية يمكن ما نحتاج نتحرك من مكاننا من كثر ما صارت الحياة رقمية. أدوات التحول الرقمي، شنو هي هذه الأدوات حتى نحطها أمام المشاهد الكريم؟ اي مؤسسه تبي تحول خدماتها وتبي تحول انظمتها رقميه، في بعض العوامل او الادوات اللي تتطلب ان تتبعها. اول شغله بناء النظام الاساسي من خلال البنيه التحتيه. الشخص بالبنيه التحتيه اقصد يعني الشبكات والاجهزه، يعني اي واحد بيتحول رقمي يجب ان يكون هناك عنده شبكه، ربط اجهزه، ادوات يعني هاردوير اللي اقصده. ايضا يجب ان يكون هناك منصات آمنة، يعني السوفت وير، البرامج اللي يتعامل معاها. بعد ما تركيب وتوزيع الأجهزة يجب أن يكون هناك منصات للتواصل أو يعني كإنتر يوزر إنترفيس للتواصل والتعامل مع هذه الأنظمة. بالإضافة إلى طبعا السكيورتي، طبعا هذه المنصات يجب أن تكون يعني آمنة. إلى جانب إعادة النظم الإدارية، يعني إحنا في بعض الوظائف سوف تختفي، يعني التركيبة والهياكل الإدارية أيضا يتطلب أن يتم إعادة صياغها. بالإضافة إلى الحوكمة والتشريعات، وهذا مهم جدا جدا باعتبار أن النظام هذا جديد وكيان جديد، يجب أن يكون هناك أنظمة ولوائح تنظم يعني وتنسق هذا النظام الجديد. فهذه يمكن أبرز الأدوات اللي تتطلب أي مؤسسة أن تتبعها أو تمتلكها للتحول الرقمي. دكتورة، ذكرت في نقطة جدا مهمة أن في بعض الوظائف قد تختفي من هذا التحول الرقمي، هذا يجرنا إلى آثاره، ممكن يكون اكيد له ايجابيات لكن ايضا ممكن يكون له مخاطر وسلبيات، فكلمينا على الجانبين. طبعا اهم ايجابيات التحول الرقمي وهو يعني تسهيل الاجراءات وسرعه في اجراء المعاملات، تنوع الخدمات، يعني في بعض الخدمات يمكن بالجانب التقليدي او بالحياه التقليديه ما نقدر نسويها، نقدر نسويها. استبدال بعض الوظائف بالانظمه، وهذا يمكن يوفر كلفه كبيره على الدوله
بسهولة يعني في بعض الوظائف، بالإضافة إلى سهولة المراقبة والمتابعة، وهذا مهم جدا في موضوع أنه أتمنى يعني من الجهات الرسمية أن تركز عليه، وما دائما فيها رواسب وهي البيانات الديتا. صحيح. استغلال هذه البيانات لاتخاذ القرارات، فهي تساعدنا لسرعة اتخاذ القرارات، نشوف شنو الخدمات اللي وايد الناس عليها، شنو الخدمات اللي ما حد يقرب عندها، شنو يعني أوقات الخدمات، كل هذه الديتا تساعد المسؤولين أو المتخذين القرار لاتخاذ قرارات بسرعة، بالإضافة إلى يعني يمكن تغطية مجموعة أكبر من المستفيدين. عادة المؤسسات تكون يعني محصورة بالسعة المكانية أو المساحية للمكان، أنت لما تكون أونلاين تقدر تغطي مساحة أكبر من المستخدمين والمستفيدين، هذا بالنسبة للجوانب الإيجابية. أما الجوانب السلبية يمكن أكثر، وكنا نتكلم قبل اللقاء، وهو الهاكرز يعني الاختراقات الأمن السبراني، وأنا أتكلم عن مخاطر مثلا الخصوصية. يعني للأسف التقنية كان لها جانب كبير حتى بالجوانب أو العلاقات الفردية، فقدنا الخصوصية فلها مخاطر بموضوع الخصوصية أو وتسريب البيانات. إحنا بياناتنا بتكون بأنظمة في أجهزة برامج، وبأي وقت ممكن أي واحد يعني يستفيد أو يستغلها بصورة غير شرعية، بالإضافة إلى يمكن مقاومة التغيير. هذه تعتبر أنظمة جديدة. صحيح. في ناس تعودت عفوا على الإجراءات التقليدية، ناس تقاوم تخاف من تحط بياناتها في برنامج أونلاين أو تحط هويتها، فأيضا هذا يعتبر من العقبات، بالإضافة إلى يمكن قلة الكوادر المهنية في هذا الجانب. صحيح. أنت عشان تنظم تحول نظام رقمي تبي مبرمجين، تبي ناس يشتغلون بالشبكات، ففي بعض التخصصات يمكن إحنا نفتقرها كمنطقة عربية، وللأسف يمكن هذا يجرنا إلى خطورة ثانية وهي التبعية، زيادة التابعية. للأسف معظم التطبيقات اللي احنا نستخدمها في أنظمتنا الرقمية في دولة الكويت بصورة عامة هي مستوردة، فأنت لما تستغل بيانات، تستغل بعض التقنيات مثل الكلاود سيرفيسز أو الخدمات السحابية، تكون بياناتك موجودة في دول ما تدري احتمال. هذه خطرة صراحة. طبعا أكيد خطرة، فالواحد هم لازم يبلش مثل ما بلش إنه يفكر يستخدم أنظمة رقمية، يبلش إنه هو ينتج هذه البرامج ويصنع البرنامج حتى يكون خاص في المنطقة نفسها. دكتور صفاء، خلنا نتكلم عن الأمن السبراني، شنو هذا الأمن السبراني بشكل مفصل سهل سلس يوصل للكل والجميع باستيعابه وفهمه، وشن هي أدواته وشن هي أهدافه؟ الأمن السبراني هي الترجمة الغير حرفية حق السايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي الترجمة الحرفية الدقيقة له وهو الأمن المعلوماتي. ما هو الأمن المعلوماتي؟ هو نوع من أنواع الأمن خاص بالبيانات أو بالمعلومات. دائما الحين في وقتنا الحاضر البيانات متعلقة بالأجهزة الذكية والأجهزة الإلكترونية. صحيح. فهو الأمن الخاص بالبيانات الموجودة في هذه الأجهزة. طبعا أهدافها متنوعة، ويعني أهم أهدافها هي خمس أهداف، ثلاث أهداف رئيسية يعني يمكن، وفي هدفين ثانويين. الهدف الرئيسي وهو احنا يمكن متعارف عليه لما أقول سيكيورتي، وهو الخصوصية أو السرية، وهو يسمونه الكونفيدنشياليتي، الخصوصية أنك عندك بيانات أو شغلة ما تبي أحد يطلع عليها، هذه أحد الأهداف. ممكن تكون أحد الأهداف أيضا انتيجريتي، وهو التكاملية. شنو أقصد التكاملية؟ وهو القدرة على تغيير البيانات. يعني أحيانا أنا عندي كتاب بسوي تعميم، ما عندي مشكلة الناس تطلع عليه، بس ما بي أحد يغير الكونتنت أو المحتوى. فأيضا هذا أحد أهداف الأمن السبراني، بالإضافة إلى الأفيلابيليتي. دائما يقولون يعني يختصرون الأهداف بالCIA، CIA Confidentiality Integrity Availability. Availability وهو البقاء، الديمومة، يعني عندك برنامج تبي على طول يشتغل ما يسوي دروب ولا سيستم داون. فأيضا هذا يعتبر أحد أهداف السكيورتي. بالإضافة عندنا هدفين ثانويين، وهو الاوثنتيكيشن او التاكد من هويه الشخص. يعني لما ترسلي لي شيء انا اتاكد ان شخصك الكريم فعلا وعدم النكران. احيانا مثلا تصل لي رساله من شخص ومن اسمه هو ينكر، فهذا ايضا يعتبر احد اهداف السكيورتي. ادواته يعني يمكن
السكيورتي عنده وايد ادوات مثل. احدى الادوات اللي يمكن متعارف عليها مثلا تفعيل تو ليفل اوف اوثنتيكيشن الانكربشن التشفير ايضا يعتبر من الادوات استخدام التاكد من الخطوتين بعض الاجهزه مثلا انتروجن ديتكشن سيستم في ادوات متنوعه لتحقيق هذه الاهداف التابعه للامن السبراني ممتاز هذا يجرنا ايضا على طرق الاختراق يمكن احنا كنا نسولف قبل الحلقه عن الطرق المبتكره والجديده ونلاحظ ان هذا العالم متجدد بشكل وايد كبير طرق الاختراق الرقميه او الالكترونيه ما هي طرق الاختراق متنوعة متشعبة بس ممكن احنا نصنفها في 4 تصنيفات رئيسية اول تصنيف وهو استغلال البرمجيات الخبيثة شنو اقصد بالبرمجيات الخبيثة هي البرمجيات اللي تضر بالجهاز مثلا الفيروسز برامج التجسس برامج الباك دور تريجن هورس حصان الطروادة هذه البرامج اللي تسبب اذى حق الجهاز تعتبر برمجيات خبيثة انا ممكن اخترق الجهاز عن طريق تلك البرمجيات شلون عن طريق لينك عن طريق أنا أدمج البرنامج بصورة ببرنامج آخر صح. هذه إحدى الطرق الرئيسية الطريقة الثانية وهو استغلال ثغرات البرنامج شنو أقصد بثغرات البرنامج نقاط الضعف أنت البرنامج عندك الواتساب الإنستغرام سوينا كودينج البرنامج عبارة عن كود مسوينا أو تعليمات أحيانا المبرمج عنده ثغرات وهذا يمكن اللي يخلينا أحيانا نسوي أبديتينج لما يطلب السيستم أن نسوي أبديت يا أما يضيف ميزة رئيسية أو ميزة إضافية أو تكون في ثغرة نقطة ضعف تخلي المخترقين يستغلونها ويدشون بالسيستم النوع الثالث أو الطريقة الثالثة أو التصنيف الثالث للاختراق وهو استغلال الديفولت سيتنج شنو أقصد الديفولت سيتنج وهو الإعدادات الحين عندنا مثلا الواتساب الانستغرام لما تروحين الإعدادات راح تشوفين دائما الشركات حريصة أن تسوي كل المميزات أون 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 وهذا يعتبر يعني أسلوب أو أداة للاختراق يسوي اكسس على الكاميرا يسوي اكسس على الفوتو يسوي اكسس والانسان يعني البسيط اللي يستخدم الجهاز ما يدري فكل شيء يكون مفتوح وهذا على فكره اداه اختراق التصنيف الثالث ويمكن هذا اللي وايد متدارج وانتشر مؤخرا وهي الهندسه الاجتماعيه الهندسه الاجتماعيه وهو برمجه العقول من خلال استغلال البيانات البسيطه للوصول الى بيانات سريه يمكن ابسط مثال على ذلك المكالمات فيستب جائزه ابديت هذا ايضا اي هذه بدعوا فيها والله هذه قصه ثانيه يعني هو الواحد يقول بقاها طرب صارت نشب الواحد يبي يتطور يبي يوصل لكن انقلبت علينا سالفه السمارت فون بطريقه يمكن قلتي اشياء يعني الانسان العادي ترى ما يستوعبها وعادي عايش حياته ياخذ يعطي بالفون من غير ما يدرك كل هذه الامور طيب شلون الحد من عملية الاختراق على هذه الأجهزة من خلال الأفراد والمؤسسات يعني الإنسان العادي يحلو أول التليفون إرسال واستقبال بس فقط لا غير الحين دخل في عوالم أخرى شلون ممكن يحفظ نفسه صراحة من هذا العالم الغريب العجيب فعلا يعني هذه صدق بغيناها طرف صارت نشب بس والله. سبحان الله يعني الاستخدام السليم الوعي هذا وايد يأثر يعني أولا المؤسسات شلون يعني كمؤسسات وزارات حكومات شلون تحافظ على بياناتها خاصة الحين ما شاء الله عندنا تطبيقات تطبيق بعد الثاني يعني شغلة تفرح وشغلة هم أنا تخوف طبعا المؤسسات لازم في استراتيجية للأمن السبراني وهذه الاستراتيجية لازم تحتوي على عوامل رئيسية منها يمكن وضع خطة لمواجهة المخاطر يعني إذا صار تسريب للبيانات المفروض شنو الدولة أو الوزارة تتخذ فمهم جدا عندنا خطة واضحة أيضا ممكن لازم يكون فيها عوامل أو مؤشرات لقياس الأمن السبراني في الوزارات فلازم عندنا مؤشرات واضحة بالإضافة إلى التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي باعتبار أن المواطن يتعامل مع القطاع والديتا نفسها فلازم يكون في تعاون بالإضافة إلى إعادة صياغة النظم التشريعية إعادة صياغة النظم الإدارية هذا بالنسبة للمؤسسات
المؤسسات اللي هي بالنسبة للأفراد. إحنا مثل ما قلنا الاستخدام الآمن، الآمن شلون؟ أول شغلة وأهم شغلة إن لا تحط بيانات وايد بالجهاز. إحنا للأسف للأسف معظم حياتنا بالجهاز بالضبط، يعني خاصة وهذا اللي فعله واللي زاد الشبكات الاجتماعية. صار عندنا شيء اسمه شبكات اجتماعية، أكاونتك السناب تحط تصورين حياتك اليومية كاملة، أكاونتك الإنستغرام تسوين بوستات على يعني مراحل حياتك، فهذا خطر جدا جدا. ليش؟ لأن الاختراق عادة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي جمع البيانات، أنت لما تعطينهم البيانات يعني كأنك تعطينهم جهازك على طبق من ذهب، فالواحد يحتاط بموضوع البيانات. نعم. كثر ما تقدرين تحدين البيانات الموجودة بالجهاز، بالإضافة إلى أيضا تحدين عدد التطبيقات اللي بالجهاز. صحيح. ليش؟ لأن كل تطبيق يدش من جهازك عن طريق شغلة اسمها بورت أو منفذ. نعم. كل ما قللتي عدد البورتات المنافذ بالجهاز كل ما قللت الخطورة، يعني كأنك عندك غرفة فيها 10 أبواب تقدرين تحمينها، بس 100 باب صعب تحمينها. فكل كل تطبيق ياخذ منفذ يحاول يدش الجهاز يحاول يسلب بيانات، فأيضا نحد عدد التطبيقات. نقول ديروا بالكم من أجهزتكم، لا تحطون أي معلومات خاصة فيكم في هذا الجهاز، لأن منفذ لوايد أشياء ممكن توديكم إلى مدارك لا يعلمها إلا الله. بالتأكيد الموضوع محتاج وعي مثل ما ذكرت الدكتورة ومثل ما ذكرت زميلتي غادة. طبعا احنا شاكرين كل الشكر لضيفتنا الدكتورة صفاء زمان، عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت ورئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات. خلينا نروح وياكم مشاهدينا إلى زميلنا نجيب القحطاني، متواجد اليوم في وزارة الأشغال العامة بمنطقة حولي. نقول له صباح الخير بس بعد الفاصل.